شهدت بعض مدن ومحافظات المملكة في مطلع الأسبوع الجاري تقلبات جوية، موجة غبار ونشاط رياح ورشات مطر. ورغم التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلا أن هناك تباينا في تفاعل الإدارات التعليمية للاستجابة للتحذيرات واتخاذ إجراءات وقائية لسلامة الطلاب. وفي الوقت الذي وجهت إدارة تعليم جدة بتعليق الدراسة ليوم الاثنين في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، كذلك جامعة جدة وجامعة الملك عبد العزيز اتخذت نفس القرار، وذلك قبلها بيوم نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة. لم تتخذ إدارة تعليم منطقة الرياض يوم أمس الأربعاء قرار تعليق الدراسة إلا فجر اليوم ذاته وقبل بدء الطابور الصباحي بنحو ساعة، في حين قررت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعليق الدراسة الساعة 7:57 صباحا، أي قبل بدء موعد المحاضرات المفترض بثلاث دقائق فقط، فيما لم تعلق جامعات أخرى بالعاصمة دراستها. إصدار قرار تعليق الدراسة في وقت متأخر أثار موجة امتعاض من بعض الأسر، والتي تتساءل لماذا التأخير والتردد في اتخاذ مثل هذا القرار.